اسم فيفي عبده يعني البهجة، يعني حالة كده من الطاقة الحلوة، يعني ان احنا بنشوف ان الست دي هي ملهاش زي، يعني هي براند كده لوحدها، اسمها واي حاجة بتعملها بتعمل لنا فرح، وبنشوف انها نموذج يعني يصالحنا على الحياة ويصالحنا على الدنيا، وانها بجد لو احنا بنتمعن هناخد 1,000,000 حاجة من كل فعل تقدمه هذه الشخصية اللي بالنسبة لنا شخصية رائعة. فيفي عبده مفيدة عملت، خلينا نسألها أحسن، احنا كل مصر عارفة إن هي عاملة على في مجلة بلاستيك، بس احنا عايزين نعرف من فيفي عبده. أعتقد هي معايا على التليفون. مساء الفل. اهلا، صباح الفل. يا ازيك يا مفيده؟ ازيك يا ماما؟ كل سنه والطيبه سهير. كل سنه والطيبين. وانت كمان، وانت طيبه. يا رب عيد مبارك علينا كلنا يا رب. كل سنه وانت زيكم، منوريني يا حبيبتي. الله يخليك. بصي فيفي، طبعا احنا كلنا اتفاجئنا باللوكس بتاعت المجله بتاعت بلاستيك، بالذات اللي انا عارفه انها مجله جديده، ولما قررت ان هي تتشهر عرفت تختار الشخص الصح اللي يعرف يعمل للمجلة دي اسم. بس كلميني عن اللوكس، لما قالوا لك انت وافقتي على طول؟ والله انا شفت شغله، هو شغله هايل. إلي صاحب المجلة إلي رزق الله. وبعدين هو مصور رائع رائع. وبعدين بس هي الفكرة، انا لابسة من بالنسياجا، مش اي حد. ايوه بس هو في جرأة في الشكل كله على بعضه، النضارة والشعر واللوك والحركات والفستان ده وكده. انت بالنسبة لك كنت عايز تعملي التجربة دي ولا ترددتي ولا قلتي لا يلا؟ لا لا لا، انا بالعكس، انا سبت له نفسي خالص، لانه انا هطلع مستفيدة، لان هو عايز يخش البلاد العربية، فهو اختار حد الناس بتحبه. وانه يعني ما يعمل، مش اول مره اعمل طبعا غلاف، انا عملت قبل كده كتير، لكن هو ما اعرفش كان عنده نظره، وطبعا بيت الازياء اللي لابسه من عنده ده حاجه مهمه جدا، مش اي كلام. فبالنسبه لي كانت حاجه لازم اعملها يعني. طب انا طب احكي لنا على كل قدموا لك اللوكس بتاعتك واللبس، كل صوره احكي لي انت على طول قلت لهم في حاجات غيرتيها، يعني مثلا الصوره دي بالفستان الاسود وانت لابساه، هل كان ليكي طلبات اخرى ولا انت كنت ملتزمه جدا بكل اللي طالبينه؟ بصي دي في انا كنت ذات مبهره يعني، يا رب يخليك. لا والله بجد ايكون، يعني انت تريد مارك دلوقتي، عايزه اقول لك يعني. بس ما هم مسميني الايقونه بقى، فده يعني حاجه بسطاني، وحاجه حب الناس بسطني جدا 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 يعني. لا وحاجه أنا جديده بتعتبر انت وش الخير، فطالما موجوده فيفي عبده فاحنا هننطلق، وهتبقى بسم الله الرحمن الرحيم بدايه حلوه، وتاكيد مش بس بدايه، هجيبكم الثالثه بقى بعد كده. يلا بينا. يلا طب احكي لنا على لوك لوك يعني مثلا ده. انا بصي سبت نفسي خالص، وعلى اساس كل لوك هو يختاره، انا بكون قاعده في الميك اب، تحط الشعر، تبتدي تلبسوني، انا مش عارفه هلبس ايه ولا هعمل ايه، لكن عارفه بلبس منين طبعا. طبعا عارفه. طب عارفه كنت بترقصي دي شيشه ولا ده جرافيك؟ لا لا لا، شيشه فعلا. هو تركيب حاجه عاملها كبيره قوي، دي ولا الخرطوم بتاع المطافي تقريبا، تقيل، مش سهل يعني. ايوه يعني انت كنت شايله الحجم ده تقيل؟ شايلاه طبعا، لان هو عاوز كده، وانا لازم اقول حاضر. طب ولما قالوا لك ان المجله اسمها بلاستيك، لا ما استغربتيش؟ ما قلتيش؟ لا ما استغربتش، الاسم حلو قوي طبعا، بس فيفي سهل قوي بلاستيك، بس ارتبط بيك يعني، وبالتياجه يعني، ده حاجه رائعه. لا صراحه اسم المجله ارتبطت بيكي، هو راجل ذكي عرف يختار الشخص اللائق اللي يطلع الاسم منه. مصر كلها بقت بتتكلم على بلاستيك بسبب صور فيفي عبده. والله يا مفيدة عارفة، أنا كنت فرحانة جدا في اليوم ده. أنا عملت يوم كامل من الصبح، من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 1 أو 2 بالليل وأنا بصور. بس إيه أكتر جدا. إيه أكتر لوك عجبك؟
ايه لا اكتر لسه حاجه لسه على فكره، ده مش لسه كل في صور حاجه، تانية انتوا ده قلتيها؟ دلوقتي نصهم نصهم، لما يرجع اخشكم تاني طب على الهوا نتكلم. مين اللي طلع اللي احنا شفناه ده؟ ايه اكتر لوك كنت مبسوطه بيه؟ انا مبسوطه بكله لانه ما فيش حاجه زي التانية خالص، كله مختلف مختلف، حتى الشنط حتى الجزم حتى الباروكه. انا عاجبني جدا الباروكه السوداء بالنظاره السوداء. انت عارفه ان هي طبعا اصلا كمان في مسلسل بيتعرض اجنبي فكره البواريك والكلام دي من ضمن الموضه، فكونك ان انت تطلعي كمان لابساها فعمل كونتراست غير ده طبيعي. الشعر انت عارفه الشعر واصل ليه للشوز تحت مش طوله، الطويل الطويل، الصورة دي اللي انت شايفاها على الشاشة دي ووراها التانية، ده كله لبس مختلف عن بعضه طبعا. هتلاقي حاجات مختلفة تماما يعني، طيب وحاجات انت جديدة لسه ما اتلبستش، لسه هتتلبس في بنسياجا لسه على الشتاء ان شاء الله. انت بنسياجا. ظهرت في فيديو قلتي اللي هيضايقني هخلعه واللي يحبني هدلعه. ده كان مع الفيديو طبعا يدلعني ادلعه واللي ضايقني اخلعه. ايوه طبعا ما ضيعش وقت انا. عملتيها معايا على الانستجرام دي، فاكره؟ على فكره للناس كتير ما يعرفوش ده اول اختراع كنت عايز اعملها. صح. انا عايزه اقول لك على حاجه، الناس كتير ما يعرفوش ان نص الكلمات اللي بتطلعها فيفي بتطلعها من في ساعتها، يعني هي مش بتقراها. وليدة اللحظه. والله احنا كنا يعني قاعدين مع كمان بعض. في واحده كمان تانية اللي انا قلتها اللي هي قول اللي هي اللي بقول اشدها من شعرها دي. لا طب انت فعلا اللي بيضايقك خلاص بتخلعيه بتقولي له شكرا ما بيبقاش موجود في الحياه بجد طبعا بجد، طبعا. اي مكان صديقه بص انا اقول زميله. لك اي حد في الدنيا اتضح كده، اتضح اخيرا كده يعني، انا ما كنتش كده بس بقول دلوقتي كده وبقيتي دلوقتي تعملي كده؟ فعلا. بقيتي لانه قادرة تعملي كده؟ مين موجود من الناس اللي كنا بنحبهم؟ مفيش حد. فين؟ فين؟ قولي مين؟ فين؟ انتي اسألي نفسك. لا لسه مفيدة فيه. تسأل نفسها. لا لسه مفيدة تسأل نفسها ومفيدة تسأل نفسها. الناس الحلوة فين؟ طب مين أكتر حد كنت بتحبيه ومفتقداه دلوقتي؟ كنت بحب كل الناس، الناس كلها راحت بالحب. أكتر حد، أكتر حد، مين كتير. مميز؟ كتير. زي مين؟ طب أكتر كتير. 5 حدات. يعني مفتقدين. يعني مثلا سمير ودلال، رجاء الجداوي، الناس الحلوه اللي راحت، ناس كتير راحت بقى مش احنا قادره مره افتكر مره يعني. كنت احنا وفيفي قاعدين وكانت الذكرى. فيفي انت طول عارفه ايه اجمل حاجه فيكي كمان واللي مخلياكي مواكبه الحياه والدنيا؟ يعني احنا في ناس كتير لما بيشوفوكي بيقولوا احنا حابين الحياه من كتر البوزيتيف انرجي اللي فيفي بتدون، ان انت طول الوقت بتحكي عن ذكرياتك وعن حياتك والافلام لما صورتها وكنت هنا فين. فكره انك طول الوقت بتفكري نفسك بالايام الحلوه دي من اجمل الحاجات اللي فيكي. انت عارفه ان بقى هم طبعا لا انا عارفه ايه، وان انت صادقه وبتتكلمي من قلبك وما عندكيش حسابات، ففكره الصدق ده بيطلع من ناس القلب مصدقاكي. بيوصل للقلب. فانت عليكي اجماع حتى من الاجيال الصغيره وخاصه في الدول العربيه وفي مصر، فانت ما فيش حد متفق عليه زي فيفي عبده بين كل الاجيال. انت عارفه يا فيفي بنتي برضو من الجيل الجديد بتقول لي لا ده دول مع حبايبي بقى، ما تقوليش على الجيل الجديد بقى، لان انا عندي مثلا 15 مليون في الفيسبوك. و15 مليون في الفيسبوك او ال 10,000 اللي موجودين في الانستجرام او في اي حاجه من الحاجات اللي الناس بتابعاني فيها. الميديا بتاعتي، فبقول اللي داخل جواهم الجيل الجديد دي حقيقه، لان انت عارفه لأن انا عرفته على نفسي من 20 سنه. الجيل الجديد حبك ومسميكي انك انت اصبحتي براند، بيقولوا كده فيفي عبده براند، وهم انت واصله لهم لان انت مش متصنعه، انت شخص بتطلع زي ما هي كده، مش 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 محتاجه حد يقول عليها، وانت بتطلعي بمصداقيتك بطريقتك فالناس حباكي. احنا ربنا يديمها عليك جاي لنا دلوقتي، ربنا يديمها نعم عليا وعليك، وانا مبسوطه وبقول لكل الشباب والبنات ربنا يسعدهم، وانا بحبهم قوي بحبهم قوي ودايما بكلمهم لمصالحهم يعني اقول لعلم امتحانات جاي لنا دلوقتي من الشابات اللي بيحبوكي من السعوديه جوهره، بتقول لك انها بتحبك جدا وان هي امنيه حياتها ان هي
تشوفك وهي موجودة في القاهرة، فإن شاء الله يكون في فرصة بقى وتشوفك، لأن إن شاء الله يا معشوقة كل جميلة يا سهير كل الأجيال الصغيرة دي. ربنا يخليكي أسعدتينا ومنتظرين الصور الجاية إن شاء الله. ده فرصة وأنا معاكم بقى، لأن أنا كنت معزومة على أفراح كتيرة قوي وبعدين كنت كان عندي مناسبات إن أنا أروح واجبات أعملها. انا فرصه ان انا معاكم ان انا بعتذر، لان لغايه دلوقتي لسه انا عيانه ما شايفه صوتي ازاي، فبعتذر لكل الناس الافراح اللي انا ما رحتهاش، وبعتذر لان انا ما عزيتهمش، ما يزعلوش مني لاني والله صاحبة واجب دايما، والله غصب عني، لا انت الواجب كله دايما. وسلامتك الف سلامه، ويسلم عيونك سلامة. ودايما منوره حياتنا ودايما علامه بهجه. كل الشكر وكل الحب في عبده.